وأولادنا مثل الجوارح، أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد. نعم صدق ابن الرومي، فالابن قطعة من الروح، وفقدانه يعد أكبر مصيبة يمكن أن يعيشها الوالدان. والشاعر نزار قباني يرسم لنا في هذا النص صورة حزينة لمعاناته وآلامه عندما خطف الموت ولده، فلنستمع معا. مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات، ومقصوصة كجناح أبيك هي المفردات، فكيف يغني المغني وقد ملأ الدمع كل الدوات؟ وماذا سأكتب يا ابني وموتك ألغى جميع اللغات؟ أشيلك يا ولدي فوق ظهري كمئذنة كسرت قطعتين، وشعرك حقل من القمح تحت المطر، ورأسك في راحتي وردة دمشقية وبقايا قمر. أواجه موتك وحدي، وأجمع كل ثيابك وحدي، وألثم قمصانك العاطرات ورسمك فوق جواز السفر، وأصرخ مثل المجانين وحدي، وكل الوجوه أمامي نحاس، وكل العيون أمامي حجر. فكيف أقاوم سيف الزمان وسيفي كسر؟ سأخبركم عن أمير الجميل، عن كان مثل المرايا نقاء، ومثل السنابل طولا، ومثل النخيل، وكان صديق الخراف الصغيرة، كان صديق العصافير، كان صديق الهديل. سأخبركم عن بنفسج عينيه، هل تعرفون زجاج الكنائس؟ هل تعرفون دموع الثريات حين تسيل؟ وهل تعرفون نوافير روما وحزن المراكب قبل الرحيل؟ سأخبركم عنه. كان كيوسف حسنا، وكنت أخاف عليه من الذئب، كنت أخاف على شعره الذهبي الطويل. وأمس أتوا يحملون قميص حبيبي وقد صبغته دماء الأصيل. فما حيلتي يا قصيدة عمري إذا كنت أنت جميلا وحظي قليل؟ أحاول ألا أصدق أن الأمير الخرافي توفيق مات، وأن الجبين المسافر بين الكواكب مات، وأن الذي كان يقطف من شجر الشمس مات، وأن الذي كان يخزن ماء البحار بعينيه مات. أتوفيق؟ إن جسور الزمالك ترقب كل صباح خطاك، وإن الحمام الدمشقي يحمل تحت جناحيه دفء هواك. فيا قرة العين، كيف وجدت الحياة هناك؟ فهل ستفكر فينا قليلا وترجع في آخر الصيف حتى نراك؟ أتوفيق؟ إني جبان أمام رثائك، فارحم أباك، فارحم أباك، فارحم. والآن يحسن بنا أن نرسم الخطوط العريضة للنص بتحديد فكره الرئيسة والفكرة العامة. ففي المقطع الأول نلاحظ أن هذه الكلمات والعبارات: مكسرة الكلمات، مقصوصة المفردات، ملأ الدمع كل الدوات، موتك ألغى جميع اللغات، تصب جميعها في فكرة مفادها عجز الشاعر عن رثاء ولده. أما المقطع الثاني فنجد الكلمات والعبارات الآتية: أشيلك فوق ظهري، رأسك في راحتي وردة دمشقية،
أواجه موتك وحدي، ألثم قمصانك العاطرات، أصرخ مثل المجانين وحدي، كل الوجوه أمامي نحاس، كل العيون أمامي حجر، سيف كسر. وهذا يدلنا على فكرة المقطع الثاني، تصوير مشهد الوفاة. وفي المقطع الثالث نجد: كان مثل المرايا نقاء، مثل السنابل طولا، مثل النخيل، كان صديق الخراف الصغيرة، كان صديق العصافير، كان صديق الهديل، بنفسج عينيه، كيوسف حسنا، شعره الذهبي الطويل، جميلا. وبناء عليه تكون فكرة المقطع: صفات الابن النفسية والجسدية. ونجد أن الكلمات والعبارات الآتية: أحاول ألا أصدق أن توفيق مات، وأن الجبين المسافر مات، وأن الذي كان يقطف من شجر الشمس مات، يخزن ماء البحار بعينيه مات، تقودنا إلى فكرة المقطع الرابع، وهي ذهول الشاعر لفقدان ابنه. وعندما نمعن النظر في المقطع الخامس نجد: إن جسور الزمالك ترقب كل صباح خطاك، الحمام الدمشقي يحمل تحت جناحيه دفء هواك، فهل ستفكر فينا قليلا؟ ترجع في آخر الصيف حتى نراك. وعليه يمكننا صياغة فكرة المقطع كالآتي: تمني الشاعر عودة ابنه من رحيله. وبتقاطع الفكر الرئيسة نستخلص الفكرة العامة للنص، وهي رثاء الشاعر ابنه وتصويره لحزنه ومناقب ولده. أما إذا انتقلنا إلى المعاني التفصيلية للأبيات، فإننا نجد الشاعر في المقطع الأول يعبر عن ضعف اللغة وعجزها بحروفها وبكلماتها عن التعبير عن هذه المصيبة، ضعف وعجز يشبه ما أصاب الشاعر بسبب موت فلذة كبده وسيطرة الحزن على قلبه. وأمام ذلك يفصح الشاعر عن استسلامه أمام المصيبة التي أعجزت لغات العالم عن إعطاء المرثي حقه. ثم يحدثنا الشاعر عن تلك اللحظات الأليمة وهو يحمل جثمان ولده، والحزن يكبله، فيصف شعر ولده الأشقر وهو مبلل بدموعه، ورأسه بين يديه كتلة من الجمال، وكأنه وردة دمشقية أو قطع من القمر. ثم يبين الشاعر مواجهته للمصيبة وحيدا، فيصف حاله المزرية وهو يرتب ثياب ولده الفقيد، فيقبل قمصانه ويشتم رائحته عبر ملابسه، ويلثم صورته التي لا تفارقه أينما ارتحل. ثم يرسم الشاعر لنا غربته الروحية حين بين ضعفه وعجزه بعد أن أصبح وحيدا لا يحس بآلامه أحد من البشر. وفي المقطع الثالث لم يستطع الشاعر إلا أن يستحضر مناقب ولده النفسية وصفاته الجسدية، إذ بين حسن توفيق وجماله الذي كان غاية في النقاء والصفاء، إضافة إلى طول قامته وشموخه، كما لم يغب عن الشاعر الإقرار بوداعة ولده وبراءته، إضافة إلى جمال عينيه الملونتين الصافيتين الناعستين، إذ كان غاية في الجمال، وكان يخشى عليه من غدر الأيام ومن أذى المصائب، إلا أن القدر قد وقع وسمع نبأ وفاته بأذنيه، فها هو عاجز عن فعل أي شيء، وما أقسى هذه المفارقة، ابن غاية في الجمال قد مات، وحظ غاية في القبح قد حل بالشاعر. وفي المقطع الرابع يحاول الشاعر ألا يصدق موت ابنه، ذاك الأمير الأسطوري الذي كان يشق درب الشموس بين النجوم،
ويقتبس التألق من أنوار الشمس، ويبحر في عوالم الحياة بعينين لا تجمعان إلا الجمال والأمل. وفي المقطع الأخير يخاطب الشاعر ابنه ويخبره أن كل شيء قد اشتاق إليه، فالجسور والطرقات التي كان يمشي فيها ما تزال تنتظر مروره فيها، والحمام الدمشقي الذي اعتاد رؤيته ما زال محتفظا بدفء الحب الذي منحه إياه توفيق. ويسأل شاعر ولده عن حياته الجديدة في العالم الآخر، وإن كان قد اشتاق إليهم كما اشتاقوا له، وهل من الممكن أن يعود إليهم مرة أخرى؟ ويختم الشاعر قصيدته بإعلان ضعفه وخوفه وعجزه عن كتابة الشعر في رثاء ابنه، ويتمنى أن يشفق ولده عليه ويخلصه من هذا الألم العظيم. ويعد هذا النص نموذجا على الشعر الوجداني، ومن الخصائص التي برزت فيه الذاتية، وهذا ما نلمحه في استعمال ضمائر المتكلم، مثل سأكتب يا ابني ولدي ظهري وحدي. أما الخصيصة الثانية فهي الاعتماد على التصوير، مثل مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات، رأسك في راحتي وردة دمشقية. وقد أسهم الإنشاء الطلبي في إثراء الجانب الانفعالي في النص، ولذلك تنوعت صيغه، فنجد الاستفهام في مثل قوله فكيف يغني المغني، والنداء في قوله أتوفيق، والأمر في قوله فارحم أباك، وكلها صيغ إنشائية تعاونت في إظهار حالة الحزن والأسى بسبب فقدان الابن. في ختام درسنا نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم. إلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية.